طيب كره السله لسه خلصانه من اسبوعين، دخلوا في الموسم الجديد، لجنه المسابقات مفيش خلاص، الاوف سيزون اتاخد مع كورونا، خلاص الموسمين لاحمين في بعض. الموسم الجديد هيبتدي يوم 11 اكتوبر مع دوري المرتبط. قسموا الفرق 4 مجموعات، النادي الاهلي مع زهور طلائع الجيش وطنطا. الاربع مجموعات دول التصفيات، خليني سريعا اقول لحضراتكم. المجموعه الاولى الاتحاد السكندري، جزيره الورد، مصر التامين والاولمبي. المجموعه الثالثه الجزيره، وطبعا مع حضراتكم المجموعات. المجموعه الثالثه الجزيره، الطيران، سبورتنج، المصريه، الاتصالات. المجموعه الرابعه الزمالك، سموح، اصحاب الجهاد، هيئه قناه السويس. طبعا الطيران وهيئه قناه السويس الوافدين الجدد على دوري الممتاز. حامل لقب السنه اللي فاتت كان الاتحاد السكندري، النادي الاهلي خد المركز الثالث بعد ما فاز على نادي الزمالك في مباراه تحديد او المراكز على المركز الثالث او البرونزيه. كل التوفيق طبعا لرجال السله، وزي ما احنا شايفين في لعيبه مشت ولعيبه جت، الحقيقه في برضو احلال وتبديل، والموضوع شغال يعني بسرعه لان مفيش وقت، خلاص كلها اسبوع و10 ايام، اسبوعين بالكتير ويبتدي دوري المرتبط. كل التوفيق لكابتن اشرف توفيق ورجال السله، ان شاء الله السنه دي يعملوا موسم كويس باذن الله، ونبتدي حصاد البطولات بناء على البناء اللي ابتدى من العام السابق. طيب خلينا نرجع لدوري السيدات ايضا، مرتبط السيدات لكره السله هيبتدي يوم 11 اكتوبر ايضا في نفس الميعاد، 4 مجموعات ايضا. النادي الاهلي وقع في مجموعه الاهلي، معانا الزمالك، الصيد، الغابه. المجموعه الثانيه سبورتنج، مصر التامين، الزهور، مدينه نصر. المجموعه الثالثه الشمس، الترام، الجزيره، الجزيره وجزيره الورد. المجموعه الرابعه هليوبلس، سموح، البنك الاهلي، الاولمبي. دوري المرتبط اللي فتح نحمل اللقب زي ما قلنا لحضراتكم، وايضا السوبر فاز بيه النادي الاهلي ايضا بعد طبعا ما فزنا على سبورتنج 2-1. يمكن موسم التنقلات في السيدات اصبح سخونه لا تقل ابدا عن الرجال، وهقول لحضراتكم يعني الموضوع ده مع خبر كمان جاي، اصبح لا يقل ابدا عن موسم الرجال. شفنا المحترفين والانديه بتتسابق على المحترفين الاجانب، الحقيقه بقى دوري متابع جيدا حتى من الدول العربيه الشقيقه، بقى متابعين دوري السيدات لكره السله، وده حاجه جميله جدا، واكيد هتعود على المنتخب بالنفع.